أعزائي المشاهدين، أحب أن أعلن أنا الدكتور فريدريك سيمسون ومعي زميلي الدكتور سيد سامبا. بعد دراسات استمرت لعشرات السنين في المعمل عن اكتشاف عقار ومسكن خطير باسم الأنبين. لا بس احنا سعداء قوي بصراحة، سعداء جدا، سعداء مش بس جدا ولكن سعداء قوي، سعداء سعادة اللي هي العارفة دي. سيدي احنا لايف. تم تجربة الأنبين في عدة دراسات تشمل انا حاسس انه اشتغل، انا حاسس انه شغال دلوقتي. وايه ده اللي اشتغل؟ ايه؟ الفول، الفول، الفول اشتغل. حسن قولوني مولع، مولع. سيد انت تناولت من العقار اثناء الاختبار؟ سيد بقى احنا كل حاجه تشوك في سيد. محفظه تتسرق، شوك في سيد. خزنه تتسرق، شوك في سيد. كل حاجه سيد. يا حبيبي احنا اثبتنا ان انت عملت كل ده فعلا. وانا عشان انا حرامي وخشاش وضلالي وحقير ده اديك الحق انك تقول عليا مدمن؟ اعتقد تماما. ايه بس كده بقى انا هستقيل ولحد ما ترجع لي مزلول انا مش هرجع الشغل ده تاني. سيد اهدى يا سيد، ايه عال؟ انا كنت بهزر معاك يا اخي. هاخد بقى متعلقاتي ومش عايز منك حاجه. راجل ضراري لعلمك. انا عامر الشاب كان باين عليا، كان يومي دي كلها عامر الشاب. ماشي يا سيد. انت رايح فين يا سيد؟ استنى استسلمتم الحقني. أعزائي المشاهدين صباح الخير وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. سنة 1995 بتتقدم شركة بيرديو فارما بطلب للإف دي إيه اللي هي ضد الغذاء والدواء الأمريكان. أنت عارف هذه الشركة بتتقدم إلى الإف دي إيه عشان يتم الموافقة على دواء جديد الأوكسيكونتين. خريجين صيدلة يصحصحوا معانا ويكتبوا لنا النطق الصح في الكومنتات. الدواء ده واحد من المسكنات الأفيونية الأوبيويدز، ولكن بقى المختلف في هذا الدواء إنه بيوعد بمسكن آمن مش هيخلي الشخص اللي بياخده يبقى مدمن. وربع ونص والجو ده مفيش إن شاء الله. الدواء عزيزي بيتوافق عليه وبيحقق مبيعات كبيره، بتوصل في سنه 96 ل 44 مليون دولار، لكن برضه لسه الناس ما قلقه منه. هنا يا عزيزي الاف دي هتكتب على الدواء ان الامتصاص المتاخر بتاع هذه الاقراص بيخليها غير قابله للادمان. خد الكميات اللي انت عايزها، ما تخافش مش هتدمن من هذه المسكنات لانه بتمص على مهله. هنا يا عزيزي الدكاتره والمرضى بيطمنوا وبتتفق مبيعات الدواء سنه 2000 لاكثر من مليار دولار. الله يا ابو حميد انا نفسي ابقى مسكن قوي. الله يا ابو حميد طب ما دي قصه حلوه. يعني الدواء طلع والاف دي ابروفد وبقى ودخلوا مليار دولار. ايه بقى انت جاي ليه؟ في ايه يا عزيزي؟ ما ينفعش اقول لك خبر حلو يعني، لازم اجي لك باخبار وحشه. يعني يا ابو احمد دايما عارف دخلاتك، بلد احتلت، راجل اتخطف، ست نسيت ابنها في العربيه، يعني دايما بتحب انت تدخل بالمقاسي. ماشي عزيزي انت بتحب المقاسي، خد بقى ساعه بكده يا ابو احمد. والله خدها. خليني عزيزي احرق لك حاجه من الكواليس واقول لك ان كيرتس رايت موظف الاف دي اي اللي كان مسؤول عن فحص ومراجعه بيانات هذا الدواء هيسيب المنظمه الحكوميه بعدين، مش هيترفد، ده هيمشي على منصب اكبر. انا ملاحظ يا ابو احمد لسه الاخبار كويسه. استنى، هيمسك منصب كبير فين؟ في شركة بيرديو فارما بمرتب ضخم. الله، مش ده ابو احمد بيبقى اسمه في لغة البيزنس تضارب مصالح؟ تضارب مصالح ايه؟ ده تراشق مصالح. ايه الموضوع؟ مش محتاج ذكاء. وهتبان نتيجته لما يفاجئنا الواقع باحصائيات مرعبة. بحلول سنة 2000 حالات الادمان هتزيد بشكل مخيف، والوفيات المرتبطة بالافيونات هتزيد 8 اضعاف عن العادي، خصوصا فين يا عزيزي؟ في الولايات اللي انتشر فيها هذا الدواء. هنا يا عزيزي الاف دي اي قابلوا مسؤولين الشركة. يا جماعة عايزين نلم الدنيا، الدواء بيموت الناس. ها عزيزي اني تفتق ذهنهم لحل رائع وبديع. احمد ممكن تفتق لي ذهني؟ هيقعدوا يفكروا يا عزيزي، يفكروا لحد ما يتوصلوا ان احنا هنشيل ليبو للامان بتاع الامتصاص المتاخر ده، فبقى الناس لما تيجي تاخد الدواء هتقوم قاريه الكلام اللي موجود، فتلاقي ايه ده؟ مفيش ان الامتصاص متاخر، لا مش هنشتريه لان احنا كده ممكن ندمنه. مش بس كده، احنا كمان هنحط بلاك بوكس وورنينج، تحذير الصندوق الاسود. ليه؟ عشان الشخص اللي بيشتري الدواء دايما هيقرا اللي مكتوب، فيلاقي ايه ده؟ ده اعلى مستوى تحذير ممكن حط على منتج، اذا انا مش هاخده لاني ممكن ادمنه. نفسي هذه الحركه بتاعت شركات السجاير، يحط لك صوره سحليه سودة عامله كده اهو، فانت طبعا تمتنع عن التدخين. للاسف يا عزيزي الوقت كان متاخر على هذا الحل. حالات الادمان هتبدا تعمل الارم عند منظمه تانية، هتصير انتباه الدي اي اي. مش جاب ابو احمد بتاعت هانك شيدر اللي كان في مخفر الشرطه في بريكنج باد اللي كانوا دايما بياكلوا دوناتس؟ بالظبط هو ده. بالفعل يا عزيزي اداره مكافحه المخدرات لاول مره في تاريخها هتحط خطه عمل وطنيه لمكافحه الدواء، وتترفع قضيه سنه 2007 على شركه الدواء ويتحكم عليها
بغرامة تصل إلى 634 مليون دولار. خلاص يا أبو أحمد أنا هسكن آلامي في إيجار جديد. بيتم اتهامهم بإساءة استخدام العلاج. هنا المسؤولين اضطروا إن هم يدفعوا الغرامة ورجعوا كملوا شغلهم في باقي الأدوية. الله جاب الله خد الله عليه العوض. بس يا عزيزي بيكتشفوا إن الموضوع ما خلصش وإن دي مش هتبقى آخر قضية تترفع عليهم. بالعكس ده المعركة القضائية يا دوب لسه بتبدأ. يا أبو أحمد في جهة من ثلاث حروف تانية متضايقة. جهة يا ريتها جت على جهة، دي مزرعة جهات. حوالي 3000 قضية حكومية وفيدرالية اترفعوا على شركة بيرديو فارما. القضايا دي هتخلي العقوبات الإجمالية تتخطى 8 مليار دولار. كان يوم اسود يوم ما عملته. عشان يا عزيزي نشوف في 2019 الشركة وهي بتقدم طلب إفلاس فارما انهارت. الشركة يا عزيزي بتقول إنها فلس وبتعترف كمان إنها احتالت على منظمات الصحة ودفعت رشاوي ضخمة للمسؤولين وسوقت المسكن ده للدكاترة بأبحاث علمية موجهة أو أبحاث تانية تم تأويلها بشكل يخدم مصلحة الدواء. أبو حميد هو ده الوجه الآخر للعلم اللي أنت ما بتحكيليش عنه كتير. إخس معلش أنا أبو حميد، هو مين ما يعرفش إن الأفيون بيعمل إدمان؟ معروفة الأفيون بيعمل إدمان، ده كليشيه درامي والسينمائي الممثلين كلهم عارفينه. هيبقى العلماء اللي بجاكيتات بيضة مش عارفينه؟ يا عزيزي خليني أقول لك إن اعتمادنا كبشر على مادة خطيرة وتريكي زي الأفيون بغرض تسكين الألم ما كانش شيء باختيارنا خالص. أنت لو حسيت بألم في ظهرك أو دور بارد أو وجع في أسنانك أو حتى شوية كوفيد خفيف من اللي إحنا بنحاربه بالتجاهل ده وباء أنكرناه فخلص، إحنا فركشنا مع كوفيد وهو اقتنع ومشي. أي وجع أو ألم خفيف عندك هتاخد له إيه؟ هتاخد بنادول. مش هتقعد تفكر بقى وأنا هاخد القرص ده هو وهبقى مدمن وبقى عندي آثار جانبية هتعذبني. لا. ولكن يا عزيزي لحد تقريبا أواخر القرن 19 ما كانش متوفر مسكن الآلام اليومية والمزمنة غير الأفيون ومشتقاته. البنادول في العصر بتاعنا ده رفاهية، حاجة كده إحنا واخدينها فور جرانتد. الملوك في زمانهم ما كانوش بيمتلكوها. الملك من دول يوم ما كان يبقى عنده وجع أحسن حاجة ياخدها شوية أفيون ويبقى مدمن. كمان يا عزيزي النجاح الواسع لدواء الأوكسيكونتين ده ما كانش بس بسبب التسويق والرشاوي والأبحاث الموجهة. الأفيون وقتها كان جزء من تحول كبير في المجتمع الطبي. مجلة جورنال أوف كلينيكال أونكولوجي في الوقت ده هتكتب إحنا بنوصف مسكنات أقل من اللازم للمرضى، والمرضى مش بيتعالجوا من ألمهم بسبب الحواجز اللي إحنا حاطينها. فخليكم فريش بقى مجتمع طبي وخلوا الناس ترتاح من ألمها. أنتوا مانعين الفرحة ليه؟ ها؟ خد بالك إن في نفس الفترة دي هيتضاف للعلامات الحيوية اللي الدكاترة بيقيسوها عند المرضى عشان يقدروا يقيموا الحالة زي درجة حرارة المريض، النبض بتاعه، الضغط، معدلات التنفس. بيزيد عليهم علامة حيوية خمسة وهي مستويات الألم. الأدوية في دول زي أمريكا منتجاتها بيتسوق لها على التلفزيون، بقت بيزنس إعلانات. وصل حجمه في أمريكا سنة 2016 ل6.4 مليار دولار. هنا بقى سهل على المريض إنه يروح يطلب دواء لأنه شاف إعلانه على التلفزيون. لحد عزيز هذه اللحظة التلفزيون بيدي كريديبيليتي لأي حاجة في الدنيا. يعني أنا ممكن واحد ما يقتنعش بأي كلمة من اللي قلتها السنين اللي فاتت بس يعشق واحد في الصحة والجمال. التلفزيون في نظر المواطن يعني مصداقية، خصوصا إن حباية المسكن أسهل وأرخص واختيار أكثر كسلا من إن أنت تقول لي على برنامج علاج غالي، بالأخص لو أنا في دولة ما فيهاش تأمين طبي قوي. فأنا هات لي المسكن ريحني خليني أقوم أشتغل، لكن هنقعد بقى ندور من جوه ونعالج من جوه ونصلح؟ لا أنا عندي الوقت ولا الطاقة ولا المجهود ولا الفلوس ولا أنا ضامن النظام الصحي، فاديني القرص بسرعة أرجوك محتاج الجرعة. ولكن في الوقت اللي الرأسمالية الحديثة حولت حباية المسكن من مجرد عقار إلى نجم تلفزيوني وحل سحري وبابليك فيجر، فالحقيقة إن الإنسان من قديم الأزل وهو بيدور على الحل ده. آلاف البشر ما كانوش مصدقين دعاية الأوكسيكونت بسبب كلام الـ FDA. مش الكلمتين اللي قالهم الـ FDA هم اللي مسؤولين عن نجاح الدواء، لكن جزء كبير من انتشار الدواء كان نابع من إن الناس أصلاً عايزة تصدق إحنا عايزين الحباية اللي ناخدها بقى كويسين. أنا كان عندي احتياج إنساني، أنت قلت لي إنه عندك، فأنت مش محتاج تبذل مجهود إن أنت تبيعهولي، وأنا مش محتاج أبذل مجهود عشان أشكك فيك. الناس كانت مدفوعة بهاجس بشري أعمق، احتياج لمسكن فعال وآمن بيقدم للمرضى الراحة اللي فيه أدوية كتير فشلت في إنها تعالجهم أو تخف عنهم الوجع. بس إحنا هنا كمان مش بس فكرة التسكين، تسكين الألم، البين كيلينج. إحنا بطبيعة الحال جوانا شيء غريزي بيدور على تخفيف الألم. فكرة عزيزي إن الحاجات اللي بتقتل الألم مش بس بتبقى حلوة عشان بتقتل الألم، لكن كمان أحيانا بتبقى حلوة في ذاتها، ليها تأثير إيجابي على المخ. خليني أقول لك مثلا حالات التجارب اللي كان بتقدم لها أكل فيه مسكنات كان بتاكل منه أكتر من الأكل العادي. وارد يا عزيزي في بعض الاحيان ان الالم وشوف دي يبقى صديق اكتر من انه يبقى عدو. بجد يا ابو حميد يا ما كنتش اعرف، قلتها في 500 حلقه بس. الالم في طبيعته نعمه كبيره. عشان تعرف اهميته خليني اعرفك على ستيف بيت. ده راجل يا عزيزي ما بيحسش باي الم. الراجل ده يا عزيزي بيحط ايديه في الميه المغليه كانه بياكل شيبسي بالملح ولا بيهمه. ممكن يا عزيزي يعمل جراحه كامله بدون تخدير، الدكتور فاتح وشغله بيقطع فيه تك 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 تك. وده عمال بيقلب في الريلز.
يا ابو حميد انت واخد الراجل ده يفوت في الحديد اهوج ومتسرع وبتهرع على حاجات مش المفروض تهرع عليها. انا ما بهرعش يا ابو حميد، ممكن ما اكونش بهرع بس انا بهجع. فاكر يا عزيز زمان كان في حلقه فاكر نكملها؟ ممكن يا عزيز تتصور ان هذا الرجل في نعمه كبيره يستحمل تلطيش من طوب الارض ما يموش لو ده الجول يعني. استفكير حرامي متعلق في عمود. العكس يا عزيزي هو الصحيح. في طفولته ستيف كان بيجري وبيخبط في الحاجات، اتصب بكسور وبجروح من غير ما يحس. كان عزيزي احيانا يمضغ لسانه وهو بياكل من غير ما يحس ان في مشكله. خلال حياته كسر 80 عظمه في جسمه ما حسش بالالم. فراح بيه عزيزي للدكتور، قام الدكتور جاب ولاعه وفضل تحت رجله يسخن كده، يسخن مستمر كده. ثانيه يا ابو حميد هو طاجن دي رجله. الراجل العزيز فضل يولع لحد ما جلده اتحرق، قام واخد ابره حاده وقام غارزها في ظهره ما طلعش رد فعل. هنا الطبيب توصل انه بيعاني من حاله اسمها التسكين الخلقي كونجنتال انسنسيتيفيتي تو بين. الالم يا عزيزي جهاز انذار بينبهنا ان في مشكله. احساس بيخليك توقف كل حاجه وتنتبه. ركز، انت محتاج الدكتور يبص على الدرس ده، محتاج تعمل اشعه على رجلك، في مشكله، ده المكان اللي محتاجين نتصرف فيه. نوتيفيكيشن. في العادي يا عزيزي ممكن ما تبقاش واعي بجسمك لحد ما تحس بوجع، تحس كانك سامع نبضاتك وحاسس بحركه امعائك، اي دوشه حواليك بتزعجك وبتشتتك، كل ده عشان تحاول تعرف سبب المشكله. الالم باختصار نقدر نقول عليه صديق عايزك تشخصه وتعالجه. عشان كده يا عزيزي اخبث الامراض هي الامراض اللي ما تملكش وجع، زي مثلا بعض السرطانات في مراحلها الاولى عاده بتحصل من غير اي الم. الالم دفع الانسان من زمان انه يدور على تفسيرات وعلاج يخففه، وهنا البشريه هتحاول في مسارين او طريقين مرتبطين ببعض، فهم ازاي الالم ده بيحصل والوصول لطريقه ازاي نعالجه. يعني مثلا البشر الاوائل تفهموا فكره الالم اللي بيكون ناتج عن اصابه او خبطه، لكن الالم الغير مرئي اللي مش متشاف اللي جاي من جوه الجسم ده كان شيء محير جدا ليهم. يعني بطني توجعني من غير ما تخبط في حاجه؟ فهنا اعتقد ان ده بيحصل بسبب الهه خبيثه او بقى ارواح شريره او شياطين فضلوا يتسللوا للجسم من خلال فتحاته. الوجع ده اكيد شيطان دخل من سرتي، ربنا يعينه. بالتالي العلاجات كانت من جنس التشخيص عشان الشيء اللي غزا الجسم ده يخرج. كان هنا بيتوصف الترجيع والعطس والتبول او حتى عمل جروح تخرج السوائل الفاسده عشان يسمحوا للشياطين انها تهرب معاهم. وده ممكن يفسر ظاهره اتوجدت في ثقافات قديمه كتير وهي ثقب الجمجمه. ده طبعا التعويذ والطقوس الدينيه والتمائم او الايكونز والمنحوتات السحريه اللي كان هدفها طرد الشياطين او استرضاءهم لمنع الاذى. بينما في طريقه تانية مش شرط تربط العلاج بالتشخيص وانما بالتجربه والملاحظه، هو ده اساس المنهجيه العلميه. عزيزتي بتعملي ايه دلوقتي؟ ما فيش حاجه يا ابو حميد. تعالي معايا اخدك من ايدك نروح نزور جدنا المصري القديم. الله يا ابو حميد اكيد هيدينا عاديه. لا يا عزيزتي هو هيقعدني قرفصاء وهيرميك انت في النيل. عاداتهم كده تقاليدهم كده. لو خدنا عزيزي المصري القديم كمثال فهو من آلاف السنين هيكون وصل لاكتشاف هايل لما جرب ينحت لحاء بتاع شجرة صفصاف وراح واكل هذا اللحاء وهنا فجأة كده اهو لاحظ ايه ده الألم اتسكن الوجع راح أنا مرتاح. رغم انه قبلها عزيزي ما كانش رابط بين الحاجتين ولا حتى فهم ليه ده حصل. هو ده الأعشاب حس بتأثيرها المسكن على جسمه فاعتمدها مسكن مو ساكن. وده برضو حصل في الحضارة اليونانية والسومرية. المصريين في نفس الوقت ده هيكتشفوا نبات الخشخاش اللي بيتم استخراج منه أحد أقوى المسكنات اللي عرفها البشر واللي بدأنا بيها حلقتنا الأفيون. الأفيون بسبب تفرده وتميزه كمسكن هيبقى مقتصر على الكهنة والصحراء والمحاربين فقط، وتقديره هيبان في أكتر من ثقافة. الثقافات الآسيوية القديمة مثلا هتقدر الأفيون في الطب والدين. السومريين هيسموه نبات الفرح، وكذلك الهند القديمة والصين هيعالجوا بيه ألام الأسنان والمفاصل وهيألفوا له قصص خيالية. إن بودا قطع جفنه عشان يحرم على نفسه النوم دي شيلها بقى يبقى طول الوقت مفتح، وبعد ما قطع جفنه ده عزيزي بيقال تاني قصة خيالية إن نبت منه الأفيون عشان يساعد البشر على إنهم يناموا. الحضارات اليونانية والرومانية هتوصف الأفيون للألم ومعاه نباتات من الفصيلة الباذنجانية السولانسيا. دي الفصيلة اللي بتضم الطماطم والفلفل والباذنجان، تقدر تسميها الفصيلة المزقعية. لكن خد بالك هي بتشمل نباتات سامة زي البنج والبلدونة والمندرك والتبغ، نباتات بتنتج الأتروبين والسولانين والنيكوتين. دي مواد بتسكن الألم بجرعات صغيرة ولكن لو خدتها بجرعات عالية بتكون قاتلة. غريزتنا اللي بتدفعنا لتسكين الألم وتفاصيل الإنسان في إنه يوسع الليمت شوية هتقودنا للتعرف على أخطر المخدرات، مخدرات زي الكوكايين مثلا. الثقافات القديمة في أمريكا الجنوبية مثلا عرفوه لما بدأوا يمضغوا أوراق نبات الكوكا وبرضه استخدموه كمخدر موضعي. أنا عزيز بحس النبات صديق سوء الإنسان، يقعد يشجعك بإنه يديك فاكهة ومخضر حاجات صحيه وجميله، وبعد كده من على جنب كده يقوم خد ياد كوكايين، يلا خد ياد النبته اللي هتخليك مود، مديها لك خد يلا يجيلك حيوان ولا فطره خدها منك خد يلا. وفي تاريخ عزيزي لا يخلو من حلول قاسيه بقدر ما الالم ذات نفسه قاسي. المصريين والاغريق مثلا هيستخدموا الكهرباء لعلاج الالم عن طريق ان المريض يحط الطرف المتالم في وعاء مع سمكه زي السمكه النيليه او السمكه التوربيد. دي اسماك بتعمل شحنات كهربيه بتقدر من خلال الشحنات دي انها تصطاد وتدافع عن نفسها، فانت تاخد حته شحنه منها تبقى كويس. التجربه عزيزي زي ما بتكشف لنا حاجات كتيره الا انها
احيانا بتكون خطيره وجرعاتها قاتله، وده خلى كتير من الحضارات زي الرومان والاغريق ينشغلوا احيانا عن التجريب ويركزوا في التنظير. خلينا بقى نقعد نفكر في نظريات تفسر لنا الالم ده. خليني اقول لك يا عزيزي معلومه انت عمرك ما تعرفها. ثانيه واحده يا ابو احمد، انت دلوقتي هتحكي قصه ابو قراط والاربع سوائل اللي حلته؟ قول اكحفني يا خراب يا عزيزي، انت بقيت تقفشني كده بصراحه. ابو قراط كان شايف ان في اربع انواع من السوائل، وهما الدم والبلغم والعصاره الصفراويه والعصاره السوداء. وكان بيقول برضو ان الالم ده نتيجه لعدم توازن السوائل دي. احد تلاميذ فيثاغورس الكاميون هيشوف ان المخ هو مركز الاحساس والمنطق. الراجل ده هيدعمه اطباء تانيين بادله تشريحيه. عندك مثلا الطبيب الروماني جالينوس، الراجل ده هيحاول يرسخ لفكره الجهاز العصبي المركزي وان الدماغ هي مركز الاحساس ومتوصله بالاعصاب الطرفيه، وان الالم ده هو اشاره تحذير للجسم. مع ذلك النظريات دي مش هتحصى بقبول واسع قصاد نظريه ارسطو اللي هتسود وهتكتسح. تقول النظريه دي يا ابو حميد، تقول يا عزيزي ان القلب هو مركز الادراك الحسي والروح، وبالتوازي مع هذه المحاولات هتلاقي الفلسفات والعقائد بتقدم طريقه للتعامل مع الالم. التقدم الطبي مثلا هينحصر في اوروبا في العصور الوسطى لما تسيطر فكره دينيه ملخصها ان الالم هو قدر الانسان وشكل من اشكال معاناه الروح والعداله الالهيه، والحل عشان تتعامل مع الالم بتاعك هو ان انت تدعي وتصلي. اما حاجه زي التدخل الطبي ففي وجهه نظرهم كان بيتعارض مع اراده ربنا، لدرجه يا عزيزي ان الستات اللي بتولد اتحرمت من اي نوع من انواع المسكنات. ولكن هذه التفسيرات الروحانيه في اوقات كتير مش هتكون اقوى من الالم اللي مسيطر. فهنا الرهبان الغربيين هيضطروا جنب صلواتهم ان هم واحده واحده ياخدوا مكان الاطباء ويترجموا التصورات القديمه لاصل الالم وعلاجه، ويقدموا تركيبات بتحتوي بشكل اساسي على الافيون. عاده يا عزيزي التاريخ للعلوم بيشمل اوروبا وامريكا بس، لكن لو جينا نشوف في الشرق هتلاقي تطور مذهل في الطب عند المسلمين. احد اهم اسباب انتهاء العصور الوسطى في اوروبا ودخولهم عصر النهضه العلمي انهم استعادوا وترجموا اعمال الفلاسفه القدام، ولكن دي خطوه سبقهم فيها المسلمين. الطب الاوروبي هيبدا يتخبط لحد ما تتفتح في ساليروني في ايطاليا اول مدرسه طبيه في العصور الوسطى. واحد من روادها كان طبيب اسمه نيكولو ديالو اللي نشر كتاب الادويه في القرن ال12 وضاف عليه تركيبات الادويه اللي عملها المسلمين، خصوصا الكحال علي بن عيسى. كحد عزيزي كان لفظ بيطلق على طبيب العيون. علي بن عيسى كان من اوائل الناس اللي اقترحوا فكره غريبه جدا عن مجتمعنا، وهي فكره التخدير عبر الجراحه. ده احمد هو اللي عمل البنج. لو بصينا على معارف المسلمين هنلاقي ابن سينا في كتابه قانون الطب بيستشهد بنظريات جالينوس وارسطو، وفي الوقت اللي كانت اوروبا بتنصح بالتسليم للمعاناه واعتبرها قدر محتوم لازم نعيش بيه، فقانون الطب لابن سينا هيوثق هذه الفكره في غايه الاهميه، وهو اسمع دي اسمعها، ان الالم عرض وليس المرض. بمعنى الالم هو النتيجه لسبب احنا مش عارفينه، اللي هو بقى المرض، ان في حاجه غلط جوه محتاجه تتصلح. مفيش حد بقى اسمه مريض عنده كحه، كحه ليست مرض، الكحه عرض. الكحه بتقول لنا ان ايه ده، الراجل ده ممكن يبقى عنده برد او ممكن يبقى عنده السل. دي الامراض. الاكتشاف هنا الالم بيشاور، بيقول لنا بصوا يا جماعه في الحته دي اللي فيها الالم، مش حاجه اسمها انا مريض بالالم. ابن سينا بيقول ان بالرغم ان الالم مش مرض الا ان الراحه منه طبعا مهمه جدا، خصوصا لو المرض ده هياخد وقت كبير في علاجه او يمكن ما يتعالجش. فكان بيقول اذا اجتمع مرض مع وجع فابدا بتسكين الوجع، وهيفصل علاج لكل نوع من الالم، اولا بمنع سبب حدوثه او بالمرخيات او المخدرات زي الافيون والبنج، والتخدير بتقليل الحساسيه في العضو المتالم، والقيء او الاستفراغ عشان ننظف الجسم من المواد اللي ممكن تبقى مسببه الالم ده، ده غير علاجات طبيعيه زي الكمادات والتدليك والمشي اللي ممكن يرخي العضلات ويخفف الالم. كل ده ابن سينا قاله. وصلنا للقرن ال17 وال18 يا عزيزي، النظريات القديمه كانت خلاص ادمت، وابتدى يبقى في احتياج كده ان احنا يا جماعه عايزين اساس نظري مدعوم باكتشافات جديده في الطب والعلوم الطبيعيه. افكار الاوروبيين عن الالم هتبدا تتطور من الافكار الشيطانيه والارواح الشريره لنماذج علميه تجريبيه، وهيحصل لها تحديث كل ما المعرفه تزيد عن التشريح والفسيولوجي والكيمياء. الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت مثلا هيقدم واحد من اقدم مفاهيم علم الفسيولوجيا الحديث، ان الالم بيبدا عند النهايات العصبيه الطرفيه وبينتشر لباقي الدماغ، فهنا يحصل تحفيز في الدماغ للالم، وشبهه بخيط مربوط بجرس موجود في الدماغ، اول ما تقوم ساحب لي طرف الحبل تشيك يضرب الجرس في المخ تشيك 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 تشيك، فانت تحس بالالم اي 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 اي. وفي نظريات تانية لفهم طبيعه الالم، نظريات معتمده على الادله. يا ابو احمد والله شكرا على الرحله السعيده دي، يعني انت جبتني وديتني للمصر القديم، وبعدين رحنا السومريه، وبعدين رحنا القرن ال17 والقرن ال18، وكان ناقص توديني العصر الحجري والطبشوري والاحفوري. يا ابو احمد انا مش عايز اتفسح بين العصور، انا عاوز اوصل للحل. هنا عزيزي بتظهر مشكله، كل التطور دي في فهم الالم اللي انا بحكي لك عنها كانت تطورات في مذاكره الالم وليس في علاجه. احنا عرفنا هو جاي منين ما بعد، مفيش مسكن اساسي نقدر نعتمد عليه في هذه اللحظه غير الافيون، بنلف نلف ونرجع له من تاني، ومن وقت مبكر جدا العلماء كانوا عارفين اننا مضطرين نعتمد عليه رغم انه ماده مخيفه وسامه وسيئه السمعه. تاثيرات الافيون الضاره معروفه من القرن ال14. عالم الاعشاب جيكوب ثيودورس هيقول في كتابه حينما نتحدث عن هذا الافيون فهو ليس الا سم ضار، لذلك لا يمكن استخدامه ابدا الا في
حالات الضرورة القصوى، وقبله ابن سينا هيصنفه كدواء قاتل رغم كونه مسكن ممتاز. ولكن في القرن 19 هتظهر تكنولوجيا هتغير الطب بشكل جذري. أخيرا الكيميائيين هيقدروا يحللوا المنتجات الطبيعية ويحللوا محتواها الجزيئي. هنعرف بقى إن العناصر اللي احنا كنا فاكرين إنها متجانسة زي المية أو الهواء مثلا هي خليط من مكونات مختلفة. ده يا عزيزي ألهمه الفكرة مهمة، احنا ممكن بدل ما ندي الأفيون في صورته الخام تعالى بالصلاة على النبي كده ندعبس جواه ونخرج المادة الفعالة منه ونديه كده صافي سك في شكله النقي، فنقدر نربط التأثير العلاجي بكائنات مفردة. افرض يا عم الأفيون ده عبارة عن ثلاث حتت، حتة بتدمنها، حتة بتقتلك، وحتة بتريح الألم. خلينا ندعبس كده جواه نطلع الحتت اللي احنا ما بنحبهاش ونوصل للحتة اللي احنا بنحبها كلنا. في سنة 1803 صيدلي ألماني اسمه فريدريك ستونر هيقدر يعزل من الأفيون المادة الفعالة اللي جواه. ده عزيزي أول دواء جدول في التاريخ، بالتالي احنا نقدر ناخد مادة لوحدها ونتجنب الآثار الجانبية لباقي المكونات. كانت أول مرة حد ينجح في عزل مركب فعال من نبات، دي لحظة عزيزي تاريخية جدا في تاريخ الطب. الحمد لله بقى عندنا مسكن أأمن من الأفيون، وهيتم طرحه في أمريكا وألمانيا تحت اسم تجاري باسم المورفين. ايوه عزيزي بتاع لحظات حرجه، الاسم ده مشتق من اسم اله النوم في الاساطير اليونانيه مورفيس. الدكاتره فكروا قال لك ايه ده احنا عرفنا نروض الافيون ونستأنسه وحلينا معادله المسكن الفعال والامن وخلاص سمينا المورفين جادز اون ميديسن دواء الاله. وفي سنه 1853 طبيب اسكتلندي باسم الكسندر وود هيعالج مراته من الالم بسبب السرطان اللي كان في مراحله الاخيره بانه يحقنها بالمورفين تحت جلدها، فيكتشف ان مفعوله اسرع واقوى 3 مرات. فهنا عزيزي المورفين يتحول الى سرنج ويبدأ يزيد استخدامه كحقنة تحت الجلد. المورفين ده يتباع في الصيدليات ويتوصف لأي حاجة، صداع، تكسير، وجع أسنان، ضميرك بياكلك، خد مورفين أي ألم. لدرجة إن في 1888 كان 15% من كل الروشتات اللي بتتوصف في بوسطن مواد أفيونية. في الحرب الأهلية هيستخدموه لتسكين آلام المصابين ويحقنوا بيه جنود، لحد ما ظهر تقارير عن تفشي إدمان المورفين. آلاف المحاربين اللي اتعالجوا بيه رجعوا مدمنين بعد الحرب. الراجل رجع بطل قومي ماله هدوم وتخلوه ضريب، تخلوه مدمن. هيبدأ العلماء يقول لك يا جماعة احنا محتاجين نفكر في مسكن تاني آمن، خصوصا ان احنا بالصلاة على النبي اصبح عندنا تكنولوجيا كيميائية جديدة. مادام قدرنا نعزل المركب ونجيب كل حاجة لوحدها فليه بقى ما نعدلش عليه؟ هنا ياخدوا احد الباحثين يسخن المورفين مع مادة تانية فيعملوا حاجة اسمها اسيتيليشن، يتصنع بعد كده عزيزي مادة ثنائي اسيتايل مورفين، ويقوم عزيزي مسوقين المادة دي على انها مادة ما بتعملش ادمان، تركيبة بريئة مش زي المورفين الشرير الوحش ابن العلماء يا عزيزي غرقوا السوق بالمادة الجديدة الهيروين. يا ابو حميد ربنا يخليهم. ايه ايه انت بتقول ايه؟ الهيروين يا ابو حميد؟ الهيروين؟ لا عزيزي الهيروين اللي احنا نعرفه النهاردة ده كان الاول طالع كدواء كحة وكان نازل في السوق كانوا بيدوه للاطفال. هيروين مشتقة من الكلمة الألماني هيروين، بقى يا عزيزي ينزل السوق يتوصف للكبار والصغيرين من غير روشتة. عندك برد؟ خد هيروين. عندك كحة؟ خد هيروين. أي واحد بيروح الصيدلية يتنحنح شوية ياخد هيروين. خليني يا عزيزي أقول لك إن الجمعيات الخيرية اللي كانت بتساعد مدمنين المورفين على التعافي كانت بتشجعهم على التبطيل بعينات مجانية من الهيروين. قدر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة ولا زي ما أنا من لما كان عندي سنة. كان عزيزي بيبعت لهم هيروين من خلال البريد عشان يبطلوا مورفين، ده مش كلام هزار او افيهات، ده بجد كان بيتم التسويق للهيروين على انه دواء كحه وانه بديل للمورفين يلي بتدمنه مورفين. انا عايز اقول لك عزيزي معلومه، ديفيد نات دكتور في احد الجامعات الانجليزيه عمل استبيان، سال جميع علماء المخدرات قال لهم ايه أسوأ مخدر في العالم؟ في العالم نمبر 1 الهيروين، أسوأ مخدر في العالم الهيروين، ده كان بيتم الدعوه ليه كعلاج للادمان، كان بيدوه عزيزي للاطفال. المواد الافيونيه اصبحت العقار مفضل لتسكين الالام وتحسين الحاله المزاجيه، لحد ما الحكومات شافت الادمان والاثار الجانبيه زي هبوط الجهاز التنفسي اللي ممكن يؤدي الى الوفاه، وحصل هنا يا عزيزي ما يسمى برهاب الافيون. طب بعدين يا ابو حميد هو احنا كل ما نوصل لدواء الانسان يدمنه؟ احيانا يا عزيزي فهمك المسكنات بيحتاج ان انت تفهم ازاي جسمك ما بياخدش فايدته منها وخلاص واننا بيدمنها ازاي. خلينا يا عزيزي اشرح لك. المسكنات نوعين، اوبيويدز ونون اوبيويدز. الاوبيويدز دي لازم تتاخد تحت اشراف طبيب لان مشكلتها ان ليها مستقبلات موجوده اوريدي في جسمنا مستنياها. طب ابو حميد والجسم عارف منين ان في افيون؟ الجسم يا عزيزي بيفرز مواد شبه الافيون اسمها الاندورفينز، ده يا عزيزي بيفرز في جسمك وانت في الجيم مثلا فتفضل عمال بتلعب رجل مش حاسس باي وجع وحاسس بالنشوه، بسم الله ما شاء الله فهد افريقي بيرمح وسط الاجهزه، ترجع البيت كابتن حسني عند ربه، اول ما تروح تحس بالم العضلات، مفيش وضع راس مريحك، لازم تبقى افقي. لما تاخد الافيونات من بره بترتبط بمستقبلات الافيون اللي موجوده في الجسم فتحجب اشارات الالم، العمليه دي بيطلع منها ايه؟ دوبامين الهرمون المرتبط بالمتعه، فانت مفيش الم و
وعامل دماغ. ده بالظبط تعريف المخدرات. المشكله ان المستقبلات الافيونيه دي تتاقلم بعد فتره صغيره انها تتوقع افيونات جديده. مش انت اللي عودتنا انك تدينا وتبعت لنا؟ لو ما جبتش بقى هتعبك واعمل لك اعراض انسحاب تدش من امك. المهم العلماء قالوا اركن لي بقى كل الافيونات دي على جنب وخلينا نشوف الناس زمان كانوا بيعتمدوا على ايه غيره، كيف كان شكل الحياه قبل هذه الماده. راح واحد قام قايل المصريين كانوا بيستخدموا لحاء الصفصاف. ما تيجي نحلله ونشوف ايه الماده بتاعته. وبالفعل بيعزل هنري لروكس ماده من لحاء الصفصاف ويسميها الصيدلي الالماني يوهان بوكنر سنه 1828 بالسلسين اللي باللاتينيه معناها الصفصاف. علماء تانيين بيحولوه للسلسلك ويبدا يتاخد كمسكن لمرض الروماتيزم والام الاعصاب. المشكله يا عزيزي انه طعمه يقرف. الكيميائي الامريكي فيليكس هوفمان كان بيديه لوالده. الراجل بدل ما يخف بيقوم جايب اللي في بطنه بالقرف. فيجي في اخر القرن 19 يقوم عامل له اسيتايليشن. المره دي بقى بيطلع مسكن امن نسبيا وتنزله شركه باير باسم الاسبرين. انا عارفه ده يا ابو حميد الشريطه الخضراء بتاعت زمان ده، هي اوعى يكون بيعمل ادمان. والله العظيم لو كان بيعمل كنت هتعرف. مع الوقت اكتشفنا ان الاسبرين مش بس بيسكن الالام، ده كمان بيقلل المشاكل المرتبطه بالالتهابات زي التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب غشاء القلب والتهاب الاوعيه الدمويه. بالرغم من اهميته فالعلماء ما كانواش عارفين ده بيشتغل ازاي، بس طالما شغال يبقى دعه يعمل دعه يمر. لحد سبعينات القرن العشرين لما توصل العلماء لطريقه عمل الاسبرين واكتشفوا معاها ان الحلو ما بيكملش للاسف. عزيزي المشاهد انا عندي ليك خبر سيء، الاسبرين وقرايبه فيهم عيب قاتل. لما بيحصل التهابات او تلف في الخلايا بيتم اطلاق مواد كيميائيه مهمه في الجسم اسمها البروستاجلاندينز. لما المواد الملتهبه دي تقرب للاعصاب عشان تحفزها، فالاعصاب هنا بتبعت نبضات الم للدماغ فنحس بوجع. الاسبرين بقى بيقاطع انتاج المواد دي. خد بالك العلماء اللي اكتشفوا طريقه العمل دي خدوا جائزه نوبل 1971، مش اللي اكتشفوا الاسبرين، لا اللي فهموه. مشكله الاسبرين ان الافراط في استخدامه ممكن يسبب نزيف في الامعاء والدماغ، ممكن يؤدي كمان لحاجه اسمها متلازمه ريس. لان المواد اللي اتكلمنا عنها دي ليها نوعين من المهمات. النوع الاول هو الالتهاب والالام والحمى. النوع الثاني هي انها تحافظ على غشاء المعده المخاطي. ليه؟ لان معدتنا فيها حمض ممكن يدوب معادن، واللي بيمنع ان الاحماض دي تولع في المعده هو الجدار المخاطي ده، الغشاء المخاطي ده اللي بتسبب فيه البروستاجلاندينز. كمان المواد دي بتساعد الدم انه يروح للكلى بكميات مظبوطه. عشان كده الناس اللي عندها مشاكل في الكلى ما ينفعش ياخدوا اسبرين. الاسبرين بيوقف بشكل اساسي النوع الثاني من المهمات ده في مساعده الكلى والمعده. وسط هذا الاكتشاف الحزين هنلاقي ان الاسبرين عنده فايده قويه جدا جنب التسكين، انه يبطئ انتاج الثرومبوكسانات اللي بتراكم الصفائح الدمويه اللي بتعمل تجلط في الدم. الاسبرين بيقلل خطر اصابه النوبات القلبيه ب 44%. صحيح عزيزي فقد جزء من امانه كمسكن، هنا الاسبرين بدا يتوهج في حته، ولكن كمسكن الناس بدات تقلق منه. بدا يفقد جزء من امانه هو والمسكنات اللي بتشتغل زيه، البروستاجلاندينز اللي بنسميها انسيدز، النون ستيرويدز انتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين او الاسبوسيد، ايبوبروفين زي البروفين او الادفين، ديكلوفناك زي الفولتارين، الكيترولاك زي الكيتولاك. في عشرات الانواع من الانسيدز كلها فعاله وامنه نسبيا واساميها صعبه النطق، ولكنها يا عزيزي لحد معرفتنا ليست امنه فيما يخص مرضى الجهاز الهضمي والكلى. تعالى يا عزيزي اخدك لاواخر القرن العشرين لما هيغطي على جدل الاسبرين مسكن تاني باعراض جانبيه اقل هنتوصل له بمحض الصدفه. مسكن فعال وامن على المعده وينفع لجميع افراد الاسره، مرضعات وحوامل واطفال. ثانيه واحده يا ابو احمد، انت بتقول امن؟ انا شايف حاجه في الموضوع ده، وهو يا عزيزي الباراسيتامول. خلاص يا ابو احمد انا عارف اللي هيحصل بعدها، هتقول لي بقى ان هو بيوقع السنان وبينزل عناية في سمنتي وبيخليني مدمن جرجير، مش ده اللي عايز تقوله؟ يلا اتفضل عزيزي حجم خيالك شويه. الباراسيتامول انت دلوقتي عارفه اكيد بالاسم التجاري بتاعه، البنادول او انواع تانية زي البارامول والتيلينول واصحابهم، كل دول يا عزيزي باراسيتامول. الباراسيتامول حكايته بتبدا بصدفه، باحث طالب شغال على علاج ديدان الامعاء فجات له ماده بالغلط وهي ماده الاسيتانلايد. الماده يا عزيزي ما اثرتش على الديدان، لكن المريض اللي كان عنده سخونيه سخونيته نزلت. زي ما قلت لك يا عزيزي التاريخ كوميديان، الباراسيتامول تسيد العالم تشابه اسماء. وفي 1988 بعدها هيشتق منه العلماء مركب تاني امن اسمه الفيناستين. اخواتنا في كليه صيدله ممنوع السباب، ها بعد كده هيحل محله الباراسيتامول اللي موجود فين؟ في البنادول. نقدر يا عزيزي نقول ان البنادول حل المعادله المعقده، فعاليه وفي نفس الوقت ان شاء الله امان، طول ما انت بتاخده بجرعات معقوله، ما تاخدوش باكتر من 4000 ملي جرام يوميا. يعني مثلا بنادول ادفانس ده 500 ملي جرام، فانت باي حال من الاحوال ما تاخدش اكتر من 8 طيارات في. الباراسيتامول عنده ما يسمى بالسيلينج افكت، بعد جرعه معينه الجرعات الاعلى مش هتضيف، مفيش تخفيف اضافي على الالم، عند جرعه معينه مش هيعمل اكتر من اللي هو عمله خلاص. لكن بعض التقنيات بتخلي مفعول البنادول اسرع، زي مثلا ان هم يدمجوا معاه كافيين زي بنادول اكسترا كده او بنادول كولد اند فلو. الكافيين مش بس بتفوق، لا ده كمان بتزود امتصاص الباراسيتامول، فبالتالي المفعول يبقى اسرع. طب يا عماد معلش الدواء الثوري اللي بيحقق المعادله الصعبه دي بيشتغل ازاي؟ مش قلت لنا ازاي الاسبرين بيشتغل؟ قول مش انت اوبر العلوم؟ يا عزيزي محدش بيعرف يشتغل ازاي. الباراسيتامول ماده غامضه
بتتفكك لمركبات نشطه في جسمك، بعضها بيقلل البروستاجلاندينز بنسب قليله، وبعضها بيعطل اشارات الالم من انها توصل للدماغ. بيعملوا ده بنجاح. ازاي تسالني؟ اقول لك ما اعرفش، اسال بتوع صيدله. غالبا برضه هيقولوا لك ما نعرفش لان احنا دورنا. لكن الاكيد ان الباراسيتامول هو اكتر مسكن امن معروف ومتاح بدون روشته، كمان فعال في خفض الحراره. في كتير من هيئات الرعايه الصحيه وصت بيه وقت الكوفيد لو كنت بتعالج نفسك في البيت، وما بيعملش مشاكل في الحمل او الرضاعه، ولا ان شاء الله باذن الله اي مشاكل في المعده. وبالك يا بيه، حتى الاطفال الباراسيتامول زي ستال مثلا بالنسبه لهم تمام. الحاله الوحيده اللي ما تاخدش فيها باراسيتامول يا ابن والدي لو انت بعد الشر عنك مريض بالكبد. صحيح ان الباراسيتامول بيتفكك في الكبد لمواد غير سامه، لكن لو كانت جرعته زياده ممكن يعمل مشاكل. كده كده يا عزيزي، عشان نحمي نفسنا من اي مساءله قانونيه يجب استشاره طبيب. انا اقعد افتي واهزي واقول وده بيعمل وده ما بيعملش، وبعدين اقوم قايل لك يجب استشاره طبيب في الاخر، ما حدش يقدر يمسك حاجه عليا. حتى الان يا عزيزي الالم مش معترف بيه كمرض بذاته، لسه محل جدال بين الدكاتره خصوصا في الاوجاع المزمنه. لكن الالم كان دايما العرض الاعظم في الطب، مش بس يا عزيزي لانه بيصاحب معظم الامراض، لكنه الغرض الاساسي اللي بيدفع المريض انه يروح يستشير، وبيضطر الدكاتره ان هم يقوموا ويدوروا على علاجات. وبعد ما يكون الالم ده نبهنا ان في غلطه معينه هنا، بيفقد الالم فايدته وبيتحول الى عبء بلا معنى، زي بالظبط لما يستمر الالم ويتحول الى الم مزمن. انت لسه بتعذبني ليه؟ دكتور جون بونيكا المؤسس لطب الالم بيقول ان لما بيصعب علاج الالم بيبدا يفقد غرضه المفيد، بيتحول الى قوه مدمره جسديا ونفسيا. يا اسطى انت المفروض تقول لي ان هنا في حاجه غلط، لكن ليه ما يبقاش في حاجه غلط بس انت لسه واجعني؟ ده بيخلي المسكنات واحده من اهم الاختراعات في تاريخ البشريه، وخط الدفاع الاول في معظم وصفات الدكاتره لمعظم الامراض. تاريخ اكتشاف المسكنات مش مجرد قصه عن تطور العلوم، ولكن عن الانسان نفسه وعن محاولته للتغلب عن اكبر عدو ليه في حياته، اكبر عدو واكبر صديق، الالم. الالم له تاريخ طويل وملهم ومؤلم في مراحل كتير، ولكن بفضل تراكمات المعرفه وبحث استمر القرون بالصدفه والبحث المستهدف، بقى عندنا هنا مسكنات نقدر نستخدمها في حياتنا اليوميه. بقيت يا عزيزي في الاخر تقدر تسمعني لاخر الحلقه من غير صداع، لانك لو صدعت تقدر تاخد حبايه مسكن امن من غير ما تدمن اي شيء. ولكن يا عزيزي خد بالك، احذر قوي، حلقات الدحيح ما زالت متاحه، علاج فعال وسريع. ما تعرفش في الاخر ايه اللي ممكن يحصل، ممكن تدمن الدحيح، ممكن يصبح تاثيره تاثير الافيون عليك. عموما انا بتمنى كده بصراحه لان هكون مبسوط ومستفيد. خد بالك يا عزيزي، انت ما تعرفش الموضوع ده، بس اظن ان جسمك فيه مستبدلات مخصوصه للدحيح. الدحيح اوبيويد، فعكس بقى من الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه انزل بص على المصادر اللي احنا هنشوف نشتق قنعي. تعرف يا عزيزي انا بخاف جدا من البنادول لانه بين كيلر، وليت المره ليت الالف. دي كوميديا.